والبداية مع الأخبار السياسية المحلية. أبرز مقررات اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد. اللجنة العليا إبقاء الحظر الجزئي بعد الساعة 8 مساء، وأيضا سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر يوم غد الأحد. وللمزيد من التفاصيل حول آخر الإجراءات الصحية التي اتخذتها خلية الأزمة، كل هذا وأكثر سنتعرف عليه مع ضيف الكريم اللي انضم معنا عبر الهاتف، الدكتور عباس عويد الحسيني، عضو خلية الأزمة في صحة بغداد الرصافة. أهلا بك دكتور عباس. اهلا وسهلا بيس الزهراء، بارك الله بكم وجهودكم، الله يحفظكم ان شاء الله. اولا شكر موصول لحضرتك، وشكرا للجيوش البيضاء اللي تساهم معنا في القضاء على فيروس كورونا ومحاربه هذا الوباء، واكيد احنا نقدم لكم هذا الشكر من خلال شاشة زاكروس الفضائية، وسنكون على اطلاع تام مع حضراتكم دائما بآخر المستجدات التي فرضتها خلية الأزمة خلال الأيام القادمة. هل لك أن تقدم لنا تفصيلات أكثر؟ نعم دكتور. بين الجانب الجيش الأبيض والإعلام، والشكر الموصول لجنابك ولقناة زاكروس على اهتمامها حقيقة بتغطية الموضوع بعلمية وبمهنية من أجل إيصال المعلومة الهادفة للمواطن. اليوم حقيقة ما وصلنا إليه من زيادة بالأعداد، وخلية الأزمة الرئاسية وخلية الأزمة الوزارية تراقبان الوضع عن كثب، ما وصلنا إليه والأعداد حقيقة تصاعد بالأعداد. نعم. وهذا التصاعد بالأعداد قد ينظر بالخطر، ما زال العراق في دائرة الخطر، واليوم مؤسساتنا الصحية بدأت يعني تمتلئ بالمرضى والحالات الحرجة، سواء كانت في من الأطفال أو الحالات الكبار. نعم. وهذا أيضا يعني يجب أن يكون لدينا الهاجس يعني الترقبي اللي إحنا وقعنا فيه بالعام الماضي. نعم. اليوم ما نريد نعيد المأساة والنفق المظلم اللي دخلنا به والرعب. اليوم نريد ننشر رسالة محبة واطمئنان للشعب العراقي أنه إحنا على الرغم من دائرة الخطر الموجودة، لكن بإمكاننا ندفع هذه الدائرة من خلال الالتزام بالتعليمات. اليوم احترام التعليمات والاستماع للمعلومات التي ترد من مواقع رصينة ومحترمة. نعم. كقناتكم الكريمة. نعم. اليوم ينطي الحقيقة الثقة للمواطن الكريم أنه إحنا كوزارة الصحة حريصين جدا، وليس لدينا مصلحة شخصية من ترويج معلومة أو مصلحة مادية، سواء كانت لفيروس كورونا أو للقاح أو العلاج. اليوم هدفنا الأساسي هو صحة المواطن. أكيد. وما نعطيه من تضحيات يوميا من وفيات استشهاد الأطباء والمتسبين. نعم. هذا طبعا إحنا نحس هاي التضحيات في محلها حينما يكون المواطن يسمع كلامنا ويتبع التعليمات، نحس أن هذه التضحيات لها هدف وثمنها كان مدفوع. لكن حينما نسمع ونرى المواطن غير ملتزم بالتعليمات حقيقة يحس في نفسنا ونتألم، لأنه يعني نتألم لما نجد المواطن في مؤسساتنا الصحية. طيب. يعاني ويحتضر. نعم. وعائلته من حوله تتألم. نعم. زين دكتور، يعني داني أتحدث بنقطة وهي موضوعة الحظر. اليوم أنت حضرتك ذكرت أنه إحنا لازم نتبع الإجراءات اللي اتخذتها خلية الأزمة ووزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة المواطن، وهنالك أرواح تضحي من أجل سلامة المواطن بالدرجة الأولى، لكن المواطن العراقي بدأ يتذمر بخصوص الحظر الجزئي اللي هو 3 أيام، يوم الجمعة والسبت والأحد، ومن بعدها يبدأ الحظر الجزئي. كيف تتعامل خلية الأزمة مع هذا الموضوع، ويا ترى ما هو الحل المناسب حتى نرضي كافة الأطراف؟ هل سيستمر الموضوع بهذا الحظر أم سيكون هنالك حظر شامل في الأيام القادمة؟ نعم سيدتي يا زهراء، لو تعلمين أنه الحظر اللي كان بالأسبوعين الفائت كان له الأثر الكبير. نعم. كنا متوقعين قد تصل الأعداد إلى 10,000 أو 15,000 إصابة في يوم واحد. تمام. لكن الحظر كان نوعا ما كان هناك استجابة من تقريبا انا اعتبرها اكثر من ثلث المواطنين، والثلثين الباقيين كانت يعني التزام جزئي كان له الاثر في تقليل هذا الزخم. اليوم احنا بالامس سجلنا 5,100 اصابه، وهذا الرقم ليس بالقليل، ومعدل الوفيات بعد ما وصلنا الى 4 و3 اليوم بدينا نسجل 25 وفيات، وهذا الرقم صعب. اليوم مواطننا الكريم ليعلم مدى كل ما التزم بالتعليمات كلما خفف عن نفسه مسألة الحظر. اليوم هل تعلمين نحن مقبلون قد نذهب إلى حظر شامل، وحظر شامل قد يكون ليس صحي. يعني اليوم إحنا قد تضطر القوات الأمنية لقطع الطرق لمنع الناس من الحركة. لا. اليوم إحنا ما نريد نوصل هذه المسألة. وزارة الصحة حقيقة
بقيادة معالي وزير الصحة دؤوبة أن تصل معلومة للمواطن أنه الحظر صحي. اليوم كلما المواطن لبس الكمامة ومارس التباعد المكاني والمناسبات اللي هي بها تجمعات يعني امتنعت هذه الشارع عن تنفيذها، اليوم قد يلغي الحظر وتعود الناس لحياتها الطبيعية. لكن مع ارتداء الكمامة اليوم أنا أدخل للمول أو أي أسواق أرتدي الكمامة، إيدي ما ألمس وجهي، ما ألمس يعني ملابسي. نعم. بعد ما أخلص من التسوق أدخل أخرج من المول أعقم إيدي أغسلها. إحنا بهاي الطريقة اليوم يجب أن نتعايش مع الفيروس. إحنا ليش نعيد نفس المأساة اللي عدناها العام وحظر وحظر وحظر، وبالنتيجة حضرتك إذا تتكلمين عن ناس متضررة، نعم طبعا أكيد ناس متضررة ذوي الدخل المحدود، لكن أني أكثر الناس اللي ذوي الدخل المحدود هم أيضا راح يقعون في الفخ، وبالنتيجة راح يدخلون بالمستشفيات وتكون حياتهم مهددة بالخطر. نعم. اليوم أيضا رسالتنا للحكومة العراقية يجب تفعيل دور البطاقة التموينية. صح. طيب دكتور خلينا نتوقف عند هذه النقطة. أنا أحييك أنه ذكرت نقطة جدا مهمة. اليوم المواطن حقه يطالب على أنه أنا ليش ألتزم بالحظر؟ أنا راح يقتلني الجوع إذا ما أطلع أشتغل، وأكثر العالم عايشة على القوت اليومي، اللي عنده تاكسي، اللي عنده محل أو ما شابه ذلك من الأعمال الأخرى. طيب ما دور خلية الأزمة ووزارة الصحة على أنه يتم مخاطبة الحكومة العراقية ورئاسة الوزراء بتفعيل البطاقة التموينية وتوفير الحصة الكاملة للمواطن؟ ترى المواطن إذا توفرت عدة المواد الغذائية صدقني ما راح يطلع وراح يلتزم بالحظر. نعم سيدتي كلامك جدا دقيق. اليوم احنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له نفث الخير في العالم كله لن ينفث في العراق إلى يوم الدين. اليوم شوف الشارع العراقي مليء بالفواكه والخضروات وبأسعار حقيقة قد تكون زهيدة. يعني اليوم احنا لو تم دعم البطاقة التمويلية مع دعم يعني الشرائح المحرومة والشرائح الأيتام والأرامل. نعم. والشرائح المتضررة في برنامج بسيط. هسه العالم كله احنا لسنا اول من يبدا بهذا البرنامج، العالم كله موجود نظام الرعايه الاجتماعيه. نعم. ودعم هذه العوائل. اليوم وزاره الصحه حقيقه يعني خاطبت لاكثر من مره، يعني وزاره الصحه هي مسؤوله عن اصدار هذه التعليمات، لكن احنا اليوم تحت مظله دوله رئيس الوزراء، دوله. نعم. رئيس الوزراء السيد الكاظمي اليوم ينظر ويراقب الوضع حقيقه ويحاول ان يضع هذه البرامج. اليوم احنا من خلال مراقبتي يعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعني تطلق هذه البرامج. اليوم احنا ايضا رسالتنا للبرلمان انه باقرار الموازنة، اليوم اكو كثير من الامور معرقلة، هي شيء متعلق بشيء، يعني اقرار. صح. الموازنة اطلاق المواد الاموال للوزارات، تتحرر هذه المواد، تتنفذ المشاريع، تتحرر البنى التحتية، يعني كل هذه الامور هي متعلقة يا سيدتي شيء بشيء. طيب. لكن احنا يبقى عملية الالتزام. اليوم احنا ثقي يعني احنا يعني المواطن كلنا ان شاء الله فقراء الى الله سبحانه وتعالى. نعم. اليوم يعني الدعم اللي تلاحظ الدعم المجتمعي منظمات المجتمع المدني وتتعاون فيما بعضنا البعض من خلال ايصال السله الغذائيه للمواطن البسيط، كل هذه الامور يعني الشعب العراقي يمتاز بكرمه واخلاقه العاليه، فما اعتقد اليوم احنا نصل الى مرحله ان شاء الله يموت احد من الجوع، يعني ما حد يموت ان شاء الله. فاحنا اليوم هذا الدعم يعني اولا نلجأ الى انه خلينا نسوي هذا التباعد المكاني، خلينا نسوي نلبس الكمامه. طيب. وبعد والاشياء الاخرى ان شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يعني بكرمه وبعطاء ان شاء الله ما يدخل على هذا الشعب الكريم ان شاء الله يا رب. دكتور أنا اشكرك جدا واتمنى لك يا ربي السلامه وسلامه لجميع الشعوب وشعوب العالم. مشاهدينا الاكارم كان معي عبر الهاتف الدكتور عباس عويد الحسيني عضو خليه الازمه في جانب الرصافه تحديدا، وتحدثنا عن ما هي الاجراءات التي اتخذتها خليه الازمه سواء في هذه الايام وحتى في الايام القادمه. ما علينا الا ان نلتزم بالاجراءات الوقائيه من اجل سلامه كل شخص اليوم موجود. مشاهدينا الاكارم نلتقي معكم بعد هذا الفاصل.